الحكومة واتفاق مع راب، أي منهما يهدد الآخر؟ هل تكشف الحكومة الاتفاق المترنح سياسياً والصامد وطنياً، أم الاتفاق الذي لم يبق منه إلا النوايا ويمرجح الحكومة على حبال التوازنات والمراهنات؟ كم يمكن للبنان الصمود مالياً؟ وكم تستحق العقد الحكومية المتبقية تأخر الدخان الأبيض؟ من يتنازل لمن؟ ومن يريد أن يبتز من؟ أسئلة برسم رئيس لجنة المال والموازنة أمين سر تكتل لبنان القوي النائب إبراهيم كنعان، بدبلوماسية مع روزانا رمال، الثلاثاء 9:30 مساء مباشرة على الأو تي في. هذا البرنامج برعاية The All New Yaris Sedan Launching at $13,999. طموحاتك عم تتطور، مصرفك عم يتطور كمان،